بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم بعنوان أهمية ضرورة تغذية الأرانب بالعلف المكبوس وعناصره. ليه الكلام ده؟ لأن العلف بيحتوي على عناصر غذائية أساسية لازمة للأرانب في مراحلهم المختلفة التي يمرون بها، فتساعدهم في سرعة النمو وزيادة الحجم، وهي تتكون من نمرة واحد مواد البناء، وهي البروتينات، أي مجموعة من الأحماض الأمينية المختلفة، وهي مطلوبة طوال فترة حياة الأرنب، خاصة في مراحل النمو للصغار وكذلك فترة الحمل للأم والأجنة. نمرة اثنين مواد الطاقة، وهي تلزم لنشاط الأرنب وتتمثل في المواد الدهنية والكربوهيدراتية مثل الحبوب، الذرة، القمح، الشعير، الرز ومخلفاته. وما يزيد عن توليد الطاقة يحتفظ به الجسم على هيئة دهون. نمرة ثلاثة الألياف، وهي تعتبر من المواد الكربوهيدراتية لكنها أقل ذوبانا من السكر والنشا، فلا تهضمها الأرانب الصغيرة خاصة، وتعتبر ضرورية لغذاء الأرانب بعد الرضاعة لإتمام عملية الهضم، ولكن زيادتها تؤدي إلى ارتباك في عملية الهضم. نمرة أربعة الدهون. الدهون بتنتج طاقة ضعف الطاقة التي تنتجها المواد الكربوهيدراتية، وبتوجد في مخلفات البذور والحبوب الزيتية مثل الكل، وهي تضاف لعلائق أرانب التسمين والأمهات الرضع. نمرة خمسة المواد الواقية، وهي تهدف لوقاية الأرانب من الأمراض الناتجة من نقص عنصر من العناصر السابقة، وهي بتتمثل في الفيتامينات والأملاح، وهي ضرورية للنمو ولتنظيم العمليات الحيوية، وتساعد الجسم على استفادته من باقي مواد العلف. نمرة ستة الماء. تعتبر الأرانب من أكثر الحيوانات استهلاكاً للمياه، لذلك يجب توفره لها باستمرار، حيث تستوجب حاجة الأرنب له خاصة مع التغذية على العلف الجاف، وأيضا تزداد احتياجه للماء مع ارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف. هننتقل بقى للشق الثاني، اللي هو ردود وتعليقات على استفسارات بعض مربيين الأرانب. فعندنا سؤال بيقول: السلام عليكم، عندي ذكر امتنع عن الأكل منذ 5 أيام، ما هو يجب والعلاج من فضلكم؟ طبعا كون أي أرنب بيمتنع عن الأكل لابد من تشخيص السبب، معرفة المربي اللي هو يعتبر راعي للأرنب ده. فالرعاية بتشمل حاجات كتيرة، فالمفروض إن المربي يمسك الأرنب ويفحصه، يمتنع الأكل، هل عنده بروز أسنان منعه؟ هل عنده ريحة غير مستحبة في العلف اللي بيقدمه؟ ريحة عفن أو حطب أو بول نزل على العلف، أو مية نزلت على العلف. لازم يدور على السبب اللي هو بيمنع الأرنب عن الأكل، أو إنه مريض عنده مرض ومش عارف المربي يشخصه، والمرض سد نفسه عن الأكل، فيوم بعد يوم هيهزل ويقف. سؤال تاني بيقول: عندي أرنب ما عندهاش بزاف مليح، ولدت وبدأ يظهر فيها
جرب في ظهرها وقالش ندير لها، طالما ظهر فيها الجرب، الجرب ده مرض، وعشان تعرف المرض ده تعالجه ازاي وتحتاط منه ازاي، ممكن حضرتك ترجع للحلقة، حلقة الفيديو رقم 57، هتلاقي فيها تشخيص الجرب وعلاجه. سؤال تاني بيقول: السلام عليكم أيها الكرام، يقولون أن مرضا خاصا بالأرانب أخذ يفتك بها، هل من مؤكد؟ طبعا حكاية مرض بيفتك بيها والكلام ده كان زمان أيام جدي وجدتك والكلام ده، لما بتحصل حاجات زي كده ويلاقوا الأمر الأرانب ماتت كلها فجأة وهم كانوا فرحانين بيها وكده، يقول لك ده جالهم شوطة. العلم ما فيهوش حاجة اسمها شوطة، العلم فيها حاجة اسمها أمراض معدية، مرض واحد منهم إذا جه والمربي ما عرفش يشخصه يؤدي للي حضرتك بتقول عليه ده. فالمفروض ان يبقى المربي عنده معرفة مسبقة عشان يقدر يشخص ايه السبب اللي بيموت الارانب. سؤال تاني بيقول: السلام عليكم، ما هو افضل وقت لبدء مشروع ارانب، وكم العدد الذي ابدأ به، وما هي افضل الانواع للمبتدئين؟ بالنسبة لوقت بدء المشروع، المربي بيكيف ظروفه في المشروع ده، إما إنه لو هيجيب سلالة على الشغل على طول بيجيبها في نص شهر 8 ويسيبها في العنبر أو في مكان التربية اللي هو جهزه لمدة مثلا أسبوع أو 15 يوم، ويبدأ يدخل أمهات للتلقيح باعتبار إن موسم بداية موسم الأرانب بيبدأ من 1/9 ويتوقف 1/5 زي الكتب ما قالت. فده بالنسبة للبداية. أما إذا كان مثلا مش عاوز بالسلالة وعاوز يبدأ يجيب أرانب يربيها ويجهزها، فممكن يجيبها مثلا في عمر 3 أشهر ولا حاجة، بحيث إن لما يجي على شهر 9 يكونوا استكملوا ال 5 أشهر عمر. وما هي أفضل أنواع المبتدئين؟ أفضل أنواع المبتدئين هو معظم السلالات اللي موجودة في مصر هنا الأجنبية، يعني معظمها متقاربة من بعضها في النمو والحجم والكلام ده، ولكن الأفضل طبعا بيبقى للنيوزيلندي والكاليفورنيا والجنت فلاندر والريكس والأسود الريكس الأسود والبيبي اللي احنا قلنا دي، اللي هي أول شنشيلا، ممكن دي الأفضل الأنواع يعني. وإلى لقاء آخر، إذا أعجبك الفيديو أعمل اشتراك ليصلك كل جديد، وتقبله سلامي وتحياتي.